في الرياضة، كشفت قرعة نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا عن مواجهة مثيرة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، وأخرى ستجمع بين روما وليفربول. ستقام المباراة الأولى بين الريال والبايرن ذهبا في أليانز أرينا وإيابا في سانتياغو برنابيو، بينما ستقام المباراة الثانية بين ليفربول وروما ذهبا على ملعب أنفيلد وإيابا على ملعب الأولمبيكو في روما. وقام بسحب القرعة سفير نهائي النسخة الحالية من البطولة والنجم الدولي الأوكراني السابق والذي توج بالبطولة في عام 2007 بقميص ميلان أندري شيفتشينكو. وسيقام نهائي البطولة في العاصمة الأوكرانية كييف على الملعب الأولمبي، وتحديدا في 26 من الشهر المقبل.